فما الاشكال الاخر اللي هو موجود فضلا على محدوديه المعدات هو الطوند باركور نتاع الحافله من مكان الانطلاق الى مكان الوصول نظرا لطبيعه الاكتظاظ المروري اللي تشهده اقليم تونس الكبرى، وبالتالي هذاك يساهم في درجة أنه كبيرة أنه الوقت المستغرق يكون أطول من اللي كان هو معناها نظريا نقوله نص ساعة، ولكن بالوضعية هذه بتاع الاختناق المروري نجم نتجاوزه حتى النص ساعة، وهذا يأثر سلبا على إعادة استعمال الحافلة من مكان الانطلاق نتاعها من جديد، وتكون هذيك طول فترة الانتظار. لتجاوز هذا معناها دعمنا بعض الخطوط سفرات استثنائية منتظمة وتكاد تكون منتظمة يوميا خاصة للفترة الصباحية في المناطق التي تشكو ضعف وتكاثر الطلب فيها. هذا في على مستوى تطبيع البرمجة، لكن ما يكفيش هذا، أنا مركبين على أنه إبرام الصفقات الضرورية لتوفير قطع غيار اللازمة سواء كان لشبكة الحديدية للمترو أو كذلك للحافلات. الهدف هو الارتقاء بنسبة جاهزية الأسطول وتوفير أكثر عدد ممكن من الأسطول. عملنا جميع الدراسات اللي تتعلق بهيكلة بعض الخطوط وكذلك اختناقات سواء كان حافلات أو عربات مترو، هذا كل حداته مختلف الدراسات. حاليا أنا إن شاء الله الدفعة هذه الثانية من حافلات المستعمل سيقع استلام نتاعها يوم 2 فبراير في انتظار استكمال الدفعة الثالثة اللي هي بتكون بعد جويلية من سنة 2024، وهذا الهدف منه هو تعزيز العرض على مستوى الحلول الضريبية من الحافلات المستعمل.